بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محمد خير الورى صلى الله عليه وسلم. صلوا على المختار فهو شفيعكم، في يوم يبعث كل طفل أشيبا. صلى وسلم ذو الجلال عليهما أزكاه في الرسل كرام وأطيبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل على النبي المصطفى، ما لح طير في الأباطح أو قبا. يا رب صل على النبي المصطفى، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. فمرحبا بكم في هذه الحلقات، وما زال الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم من قومه أذى كبيرا، وهذا معروف في سيرته، وكذلك الأنبياء، كما قال الله جل وعلا: إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أذى قومك لك، أو هل أتى عليك يوم كيوم أحد؟ ومعلوم يوم أحد كيف أوذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لقد لقيت من قومك أذى كثيرا، وإن أشد ما لقيت منهم يوم العقبة لما حذروا منه العرب. فقال: فذهبت على وجهي حتى إذا كنت بقرن الثعالب أظلتني سحابة، فنظرت فإذا جبريل يقول: لقد علم أو قد سمع ربك جل وعلا ما قال قومك لك، وأنه أرسل لك ملك الجبال لتأمره بأمرك. فقال له ملك الجبال: يا محمد، لقد سمع ربك ما قال قومك لك، فبعثني لتأمرني بأمرك، فإن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إني أرجو أن يخرج الله جل وعلا من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وفي هذا الحوار الذي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الملكين تدرك أو تظهر شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الفذة، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم كان رحمة مهداة للعالمين. وهذه الشخصية الفدة التي لا يدرك غورها ينبغي أن يتحلى بها أيضا الدعاة إلى الله، فينبغي للداعية إلى الله ألا ينتصر لنفسه أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتصر لنفسه، وإنما راعى في الناس الرحمة، وهذا الوصف الذي قال الله جل وعلا فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي المسلمون والكافرون جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة للعالمين جميعا. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد هيأ الله جل وعلا له الكلاءة والصيانة والحفظ والصون، فسخر له جده عبد المطلب، ثم عمه أبا طالب، وآزره بخديجة رضي الله عنها وأرضاها، فكان هؤلاء جميعا ردءا له، ولا سيما عمه أبو طالب كان يحول بينه وبين أذى قومه له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاتجه أذى المشركين إلى أصحابه لا سيما الضعفاء منهم، أما ذو النسب والعصبة كأبي بكر فكان يدفع عنه ويحميه قومه، وأما الضعفاء والمساكين كعمار وأبيه وأمه سمية رضي الله عنهم جميعا وبلال، فكان هؤلاء الضعفاء رضي الله عنهم وأرضاهم يلاقون من الأذى الشيء الكثير في سبيل صبرهم وثباتهم على
دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى دينهم، ولذلك عذب وأوذي هؤلاء جميعا كما في حديث عبد الله بن مسعود الذي في الصحيح قال: كان هؤلاء الصحابة الضعفاء يوضع عليهم أدراع الحديد ويسهرون في الشمس سهرا، وقد كان كثير منهم من شدة ما وقع عليه من البلاء أجاب المشركين إلى ما أرادوا، كما وقع من عمار رضي الله عنه وأرضاه، والله جل وعلا يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما بلال فهانت عليه نفسه في سبيل الله، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: وهان هو على قومه وعلى مواليه، فكانوا يربطون الحبل في عنقه رضي الله عنه وأرضاه، ويعطى لصبيان مكة يطوفون به ويجرونه في شوارع وطرقات مكة وفي الصحراء، يتكبد البلاء ويتحمل هذا الأذى كله، لأن نفسه هانت عليه في سبيل الله جل وعلا. ولذلك لما جاء خباب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو أذى قريش كما في الصحيحين، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام وقد تغير وجهه: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه ثم يشق نصفين ما يرده ذلك عن دينه شيئا، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده وعظمه لا يرده ذلك عن دينه شيئا، لكنكم قوم تستعجلون. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يتم هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، فكان عليه الصلاة والسلام الصابر المحتسب يعلم أصحابه الصبر والثبات والاحتساب. كان يمر على عمار وهو مربوط، وعلى أبيه ياسر وأمه، ويدعو لهم ويعدهم بأن لهم الجنة، اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فما كان من هؤلاء الصحابة السابقين الأولين الذين شرفهم الله جل وعلا وأكرمهم بأن ابتلوا في سبيل الله جل وعلا وفي سبيل الثبات على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام والسير معه، فرفع الله جل وعلا بعد ذلك شأنهم وأعلى قدرهم، فصاروا سادة العالم وقادة الأمة، وصاروا رؤوس الناس في زمن الإسلام رضي الله عنهم جميعا. فلما تزايد أذى قريش والمشركين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقومه أو لأصحابه ممن يعني لاقوا الأذى الكبير ولم يكن لهم ناصر من قومهم، أن في أرض الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد، فأذن لهم في الهجرة. وفي هذا من الحكم والدروس أن إقامة دين الله جل وعلا أعظم من التعلق بالوطن، فالمسلم ينبغي له أن يدرك أن الله جل وعلا خلقه ليعبده سبحانه وحده لا شريك له، فحيثما منع أو أوذي أو حجز عن عبادة الله سبحانه ينبغي أن يتطلب الأرض التي يقيم فيها دينه. فهجرة الصحابة إلى الحبشة كان فيها هذا المعنى، وبقوا هناك في أرض الحبشة عند النجاشي
كما هو معلوم في السير كما روى ذلك البيهقي وغيره أنهم أن الصحابة رضوان الله عليهم ممن هاجر إلى الحبشة قالوا فعبدنا الله في تلك الأرض لا نؤذى ولقينا من الأمن فيها ما حفظ لنا ديننا. فهذه الهجرة إلى الحبشة كانت مخرجا من المخارج التي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن فيها لأصحابه حتى يسلم لهم دينهم وتسلم لهم أنفسهم من أذى المشركين عليهم من الله ما يستحقون. ثم إنهم لما أشار عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد اشتداد الأذى من قريش للخروج إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، فسارع بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الهجرة الأولى خرج فيها جماعة منهم وعلى رأسهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وزوجه رقية بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان معه كذلك جماعة من الصحابة من مصعب بن عمير عثمان بن مضعون وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، فخرجوا يلتمسون الأمن والأمان والبلد التي يستطيعون فيها أن يقيموا شعائر الله جل وعلا وهم يأمنون على أنفسهم، فتوجهوا للبلد التي أشار بها النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، فكان فيها ملكا يقال له النجاشي، وكان عند ظن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استقبلهم وأكرمهم وعظم منزلهم واحترم من أرسلهم، ثم بعد ذلك سيأتي من خبره أنه أسلم رضي الله عنه وأرضاه. كان أول فوج هاجر من مكة إلى الحبشة خرج ليكون نقطة تحول في مسيرة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. خروجهم كان ليلا خوفا من أن تتنبه لهم قريش، خرجوا وقصدوا البحر وسخر الله لهم سفينتين بحريتين لتسوقهم إلى الحبشة، فكانت الحبشة أرض إقامتهم وأقاموا في أحسن جوار، وخرجت قريش تلاحقهم لم تدرك القوم بعدما وجدوا أنفسهم قد سلموا بفضل الله تبارك وتعالى ونجوا من عدو يتربص بهم، نجوا بدينهم ثم بأبدانهم. وكان يرأس ذلك الفوج الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجه الفاضلة رقية رضي الله عنها. فلما خرج في رئاسة هذه القافلة أو في هذا الفوج كان الناس يعلمون أن هؤلاء فروا بدينهم، وما حصل من عثمان هو بلا شك دليل على الإيمان. وفي الأثر زعمت أسماء أن عثمان ورقية سافرا أو خرجا وسارا وذهبا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفسي بيده إن أول من هاجر بعد إبراهيم ولوط هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لما وصل المسلمون في الهجرة الأولى إلى الحبشة أقاموا عند النجاشي خير قيام، وحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة قرأ سورة النجم واستمع إليه المشركون وهو يقرأ، فأخذت هذه الصورة بألبابهم حتى نسوا أنفسهم. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر السورة وقرأ قول الله تبارك وتعالى فاسجدوا لله واعبدوا، سجد النبي صلى الله عليه وسلم بجبهته الشريف على الأرض، ثم سجد المشركون وهم لا يتمالكون أنفسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحدث أثار زوبعة في مكة، حيث أن المشركين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان كالضربة القاضية لهم.
فما وسع المشركون إلا أن يزيدوا على ما جاء في القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن وإن شفاعتهن لترتجى. زادوا على ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم تلبيسا وتضليلا وإفكا وافتراء على الله سبحانه وتعالى. والمعنى أن الغرانيق هي الأصنام، والمشركون كانوا يعني يعبدون هذه الأصنام زعما بأنها تشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال النبي أو قرأ مع ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته: وإن وتلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى. فهذا الحدث أول على غير ما حصل، فبلغ الخبر إلى الحبشة، وهناك كان المهاجرون الأول ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجته أم كلثوم. بلغ الخبر إلى هؤلاء الصحابة أن قريش أسلمت، أن قريش أسلمت يعني دخلت في الإسلام، فرجعوا فرحين مستبشرين. ولما قربوا من أو قربوا من مكة المكرمة وكادوا أن يدخلوا إلى مكة، تحققوا من أن الخبر غير صحيح، فرجع من رجع منهم ودخل من دخل منهم، إما مستخفيا وإما في جوار رجل. ثم حصلت الهجرة الثانية بعد الهجرة الأولى، وكان عدد المهاجرين في هذه الهجرة أكثر بكثير جدا من عدد المهاجرين الأول، حيث قارب عدد المهاجرين من 100 مهاجر، أغلبهن من الرجال، 84 رجلا أو 82 رجلا، والباقي من النساء. فرجعوا إلى الحبشة، من هاجر منهم في أول الهجرة ومن هاجر في المرة الثانية رجعوا إلى الحبشة، وبقوا عند النجاشي وتنعموا بالأمن والأمان في تلك البلاد، ولم يصل إليهم أحد بسوء. وهكذا المسلم إذا ضاق عليه الأمر فينبغي له أن يسيح في الأرض حتى يعبد الله سبحانه وتعالى ويقيم الغاية والحكمة التي خلق من أجلها. فلما فشل المشركون في طرق كثيرة قد آذوا بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، اجتمعوا على أن يحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بينهم صحيفة معروفة في مكة وعلقوها كما جاء في بعض الروايات في قعر الكعبة، وكان في هذه الصحيفة ألا يناكحوا وألا يشترى منهم ويباع، فحوصروا في الشعب ويسمى شعب أبي طالب، حوصر فيه الصحابة، وانضم لهم أيضا أهل النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين من بني هاشم وبني عبد المطلب، فأخذتهم الحمية فكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب. وهذا الحصار هو من الأساليب الخسيسة القذرة التي يستخدمها أعداء الله في كل زمان. فنحن نلاحظ في زماننا أيضا هذا الذي نعيشه أن من أساليب دول الكفر حتى يضغطوا على بلاد المسلمين يستخدمون معهم نفس الأساليب، لأنهم يتحكمون في كثير من أقوات الناس. فعلى المسلمين أن يدركوا أن هذه سنة ماضية، فالصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي بهذا، فحوصر في هذا الشعب قدر 3 سنتين أو 3 كما جاء ذلك في السير. وبلغ من الأمر أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أنفق أمواله، وخديجة أيضا أنفقت أموالها، حتى أصبح الناس يسمعون بكاء الصغار والنساء من بعيد. فانفتل بعض من فيهم بعض الرحمة من كفار قريش، وخشية أي أن يلحقهم بعض التبعة ويلحقهم
يعيرهم العرب ففكوا هذا الحصار، وهذا يعني مفصل في موطنه. فلاقوا الصحابة في هذا الحصار أذى كثيرا، حتى جاء في الصحيح من قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه يذكر بعض الأذى أو بعض الشدة التي لاقوا في هذا الحصار، أنه قال: خرجت ليلة لحاجتي، فلما بلت سمعت قعقعة جلد يابس، فإذا هي يعني جلد بعير يابس، فأخذتها وغسلتها ثم أحرقتها وتقويت بها ثلاثا. فهذه هي الشدة التي لقيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي للدعاة إلى الله أن يبينوا للناس الذين يعني تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهذا الدين أنهم قد يلاقون مثل ما لاقى الصحابة، وهذا من الأجر الذي قد كتب الله لهم، فبقدر الأذى يكون الأجر. فهذه الطريقة التي استخدمها كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محاصرته في الشعب، قلت أنه قد يستخدمها واستخدمها كثير من بلاد الكفر على بعض ديار المسلمين. فعلى المسلمين أن يصبروا ويحتسبوا ويعني يأخذوا بالأسباب التي تقويهم حتى لا يكون بعد ذلك لأي أثر من أذى هؤلاء الكفار عليهم، وحتى لا يملي عليهم بعد ذلك الكفار ما يريدون. فسنة الله ماضية في عباده، ولن تجد سنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وبعد أن تمالأ كفار قريش على بني هاشم من أجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحصروهم في الشعب في شعب أبي طالب، كتبوا كتابا فيما روي بينهم، وقيل أنه علق في جوف الكعبة لأجل أن لا ينقضه أحد منهم، فتمالأوا على حصارهم وعلى مقاطعتهم، مقاطعة اقتصادية، مقاطعة اجتماعية، فلا يزوجون ولا يتزوج منهم ولا يباع ولا يشترى منهم، بل قيل أنهم كانوا يتلقون التجار الذين يبيعون البضائع فيعطونهم أكثر مما يعطي غيرهم ثمنا لتلك البضائع، حتى لا تصل إلى أولئك المحصورين في ذلك الشعب. ثم إنه روي أن الله جل وعلا سلط على تلك الورقة وتلك الوثيقة أرضة، وهي دابة تأكل الخشب وتأكل الورق، دويبة حشرة، قيل أنها أكلت تلك الورقة. ثم إنهم أي إن بعض كفار قريش لما رأوا ما وصل إليه وما بلغ حال الناس في ذلك الشعب، جاءوا حول الكعبة وأرادوا أو وقرروا أن يرفعوا الحصار عن أولئك الناس، لأنهم شعروا أنهم لهم ومنهم، وأنهم تربطهم بهم صلة دم وقرابة ونسب، فهم بنو عمومة. وكان مكثهم في ذلك الشعب عامين كاملين كما قال أهل السير والأخبار. بعد خروجهم مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعه زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاه. ولا يخفى أن هذا مما أحزن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمصاب جلل، فخديجة كانت كما لا يخفى وزيرة صدق في الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تشد على يده وتدفعه إلى أداء هذه الرسالة العظيمة. وكذلك عمه أبو طالب فقد كان حريصا على حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه جمع بنو هاشم وبنو عبد المطلب ودعاهم إلى حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، مما صدر من تهديدات حقيقية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا كلهم وأجابوا إلى دعوته مسلمهم وكافرهم، وحرصوا على حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وحماية جوار العرب.
فلكن الأمر الذي ينبغي أن يعلم أن أبو طالب مع مواقفه المتتابعة والمتتالية في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه مات على غير الإسلام، وهذا مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحزن، لأنها كما ورد عند البخاري وغيره حديث ابن مسيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبو طالب وكان يحتضر وكاد يفارق الحياة، فدعاه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله تبارك وتعالى. فما كان من أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية إلا أن قال: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال يتأمل ويستمع لكلام النبي وكلامهم، ثم قال: على ملة عبد المطلب، ومات على غير الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. ولكن ورد في القرآن ونزل قول رحيم الرحمن سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن لذلك وفارق عمه، وكان عمه قد مات على غير الإسلام، وهو الذي كان يقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب كفينا، وكان يقول: فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا. وكان يعلم أن هذه الرسالة رسالة حق، ولكن كما قيل أنكر الإيمان مخافة الشنآن.